اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية مع أعضاء اللجنة الأمريكية اليهودية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 74 للجمعيات العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وقد قام معالي وزير الخارجية بإلقاء محاضرة حول العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وما تشهده من تقدم في مختلف المجالات وجهود مملكة البحرين في تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وسبل دفع الجهود الرامية لإحلال سلام مستدام يحقق مصالح الجميع، إضافة إلى أهم التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وأكد معالي وزير الخارجية خلال المحاضرة أن النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه جعل مملكة البحرين مثالا متميزا للانفتاح والتعايش السلمي والتعاون مع الجميع. وقد شهد المحاضرة كل من سعادة السيد براين هوك المبعوث الخاص لإيران ومستشار وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من المسؤولين بالولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي الشيخ عبد الله بن راشد بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين في واشنطن، وسعادة السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بنيويورك. وقام أعضاء اللجنة الأمريكية اليهودية بتكريم معالي وزير الخارجية لدوره في إبراز السياسة الخارجية لمملكة البحرين، والتي تقوم على التفاعل والتواصل مع دول العالم من أجل ترسيخ السلام والاستقرار وتعزيز التنمية والازدهار.